اختتم معرض الطيران فعالياته المتنوعة التي استمرت على مدار 3 أيام بعروض جوية متميزة لفتت أنظار الجماهير ومنحتهم أوقاتا ممتعة. هذه العروض التي قامت بأدائها مجموعة من الفرق المشاركة في المعرض خلقت أجواء ممتعة لمحبي هذا النوع من العروض. قصة نجاح باهرة زينت سماء البحرين، رسمتها فرق عالمية شاركت في معرض البحرين الدولي للطيران، شقت الغيوم بحرفية عالية، اجتمعت لمشاهدتها جماهير غفيرة في الساحات الخارجية لمعرض البحرين الدولي للطيران. يونا هذه الأشياء ما يشوفونها كل مرة، فإحنا ننتظر عشان نرويهم ونشرح لهم ونقول لهم يعني شنو احنا دولتنا شنو قاعده تشتغل شنو تسوي. يعني الحين هذه الواحد يتمنى تكون في ديرته، لان انت تعرفين فرص عمل الناس تي، يعني تعرفين كم ضيف بيي، كم واحد بيأجر فنادق، بيأجر سيارات، بيروح مطاعم، بيروح حق الاقتصاد. يعني معرض البحرين للطيران يعني سوى لنا جو وتغيير جو، نطلع مع الاهل والعائله ونحن مع العيال مستانسين في المملكة، وصار المملكة يعني تستقطب جميع مثل ما تقول الفئات من برا البحرين وخارج البحرين، والله مستانسين في يعني الأجواء هاي الحلوة. بصراحة عروض الطيران وايد حلوة ووايد عجبتنا. أمس أنا جيت مع اليهال واستانسها وايد، وشفت شلون تميز، وشفت شلون صراحة الترتيب والتنظيم، بالذات الفريق الصقور السعودي صراحة إبداع، وايد 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 حلو، وأنا متعنية اليوم إن شاء الله لحين ما بدأوا عشان أشوفهم. عرض الطيران الصراحة وايد استانسنا، يعني صارت فينا الفرحة، وشلون أطفالنا كلها قاعدة وقاعدة تطالع العرض وشلون مستانسين، وحتى الأجواء يعني وايد حلوة وعجبتنا. وصراحة نشكر جارة الملك على هالأشياء الحلوة، إن شاء الله للأحسن إن شاء الله. والله مستانسين يا هالأجواء، أجواء اللي هو الطيران والعرض ويا الأهل طالعين من الظهر وماكلين هني ونطالع الطيران، وش حلاوته. هذه العروض الجوية حركت مخيلة أطفال البحرين حتى باتوا يحلمون بأن يكونوا جزءا من هذه المنظومة لتكون لهم إبداعاتهم في العروض الجوية في المستقبل من خلال العمل في قطاع الطيران. شكرا بابا حمد، لأن هي بهاي العروض الحلوة لين كبرت بصير طيار وأسوي كذي حق البحرين كلها. أنا اليوم مستمتعة في الطيارات عشان سوالنا قلب، وشكرا بابا حمد. أنا هني جاي مع أهلي طلع الطيارات، وأحلى شيء طلعون ألوان وسوون أشكال. من بدأ معرض الطيران أنا وإخواني نقول حق نخبر أبوي يبنا حق العروض عقب المدرسة ونستمتع في العروض لأنها وايد حلوة. شكرا بابا حمد. احنا اليوم شفنا وايد اشياء طيارات تطير وتسوي حركات، وسوت لنا قلب عود وتطلع دخان. والله انا سعودي جاي هنا عشان اشوف شنو خاطري اني اشوف كذا عروض طائريه، وانا معجب بالفريق اللي هو الصقور السعودي اللي شفته. واليوم واجد استانسنا بعرض الطيران اللي سووه والاشكال اللي سووها، واحنا جينا انا امي وابوي استانسنا بدل المنظر الجميل يعني. وشكرا الى البحرين انه سووا كذي. يعني لوحات فنيه قامت برسمها فرق خليجيه وعالميه لفتت انظار الكبار ورسمت الابتسامه على محيا الصغار. هذه العروض الجوية المتميزة والتي يقدمها معرض الطيران في كل موسم تجذب الجماهير من داخل المعرض وخارجه لمشاهدتها، فيقضوا معها أوقات ممتعة ومسلية. فهذه العروض العالمية تزين سماء البحرين باستعراضات جميلة وتشكيلات مبهرة تقوم بها فرق عالمية تحاكي من خلالها خيال الحضور وتملأ أوقاتهم بالفرح. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.